نظمت كنيسة الأباء الأجداد للروم الأرثوذكس في مدينة الرعاة بيت سحور بكهنتها ولجنة وكلاء الكنيسة والشبيبة والمؤسسات الأرثوذكسية والكشافة المسيرة الدينية التقليدية السنوية بعيد رقاد وانتقال العذراء مريم الدائمة البتولية التي كانت هذا العام تحمل شعار عدم الهجرة المسيحية خاصة والفلسطينية عامة. انطلقت المسيرة من أمام الكنيسة بعد صلاة الدعاء التي اشترك فيها رئيس بلدية بيت سحور الأستاذ جهاد خير وجوقة الكنيسة وعدد كبير من المؤمنين. أتوا ليكرموا السيدة العذراء وطلب شفاعتها، وذلك بمناسبة ذكرى رقاد وانتقال السيدة العذراء مريم والدة الإله الدائمة البتولية. وفي بداية المسيرة التي حمل نعش رمزي للعذراء مريم، حمله شبيبة الكنيسة وأفراد مجموعة كشافة النادي الأرثوذكسي العربي بيت سحور، وأيقونات أيضاً لأمنا مريم العذراء يحملها أشبال وزهرات مدرسة الأحد بالكنيسة، حيث جابت هذه المسيرة شوارع وأزقة مدينة بيت سحور، مروراً بكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك وكنيسة اللاتين الذين انضم كهنتها وأفراد رعاياها للمسيرة. انتهت المسيرة عند كنيسة بئر السيدة العذراء بالمدينة، حيث تلي قراءة من الإنجيل المقدس عن حدث انتقال العذراء، ومن ثم شكر قدس الأب عيسى مصلح الحضور عامة وقناة نور سات خاصة لتغطية الاحتفال، وشكر المؤمنين. وأيضا اليوم جاءت لكي تشاركنا نور سات، إذاعة نور سات من المملكة الأردنية الهاشمية من الأردن. وهذا العام كان مميز بوجود الوسائل الإعلام وخاصة نور سات، هذه الإذاعة وهذا التلفزيون الذي نعتز ونفتخر به، جاء من المملكة الأردنية الهاشمية من الأردن الذي نحييه ملكا وحكومة وشعبا، وإن شاء الله نحتفل بمثل هذه الأعياد، وقد تحققت أمانة وأهدافنا وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. رسالتي لأبناء شعبي الفلسطيني عامة والمسيحي خاصة، أتمنى عليكم ألا تهاجروا من كنائسكم، من أديرتكم، من جوامعكم، وأن تبقوا على هذا التراب المقدس، والهجرة هي التي تسيء للحقوق الفلسطينية، للحقوق الأردنية، للحقوق العربية. هون في المقام المقدس لهذا البير شهد إعجابات كثيرة، إعجاب كثيرة من السيدة العذراء، وظهرت فيه كثير وناس بجلوه. المناسبة هاي السنوية اللي هي عيد العذراء بتنسي المسيرة، بتشارك فيها كل الطوائف المسيحية وبنلف يعني في على الكنائس الثلاث، وبعدين بصير التجمع هون. يعني إذا زي ما بتلاحظوا جدا إنه في وجود كبير جدا، بيعكس الوجود المسيحي هون اللي هو فعلا يعني وجود بواجه مخاطر نتيجة الهجرة ونتيجة انخفاض معدلات الولادة ونتيجة التطرف اللي بيمتد في المنطقة شاملة يعني في الشرق الأوسط. نحن اليوم مدينة بيت سحور وكل مدينة بيت لحم وبيت جالة كل سنة منحتفل زي هذا اليوم بعيد رقاد السيدة العذراء، وإحنا منشوف قديش الجماهير تيجي من مسيحيين ومسلمين حتى يحتفلوا بالسيدة العذراء والدة الإله، لأن هي أم الكل، وإحنا نيجي منحتفل بهذه الكنيسة، كنيسة بئر السيدة العذراء. وهي العذراء بتحمينا، وهي العذراء بتحمينا. واختتمت المسيرة بفرح وبزغاريد رائعة تليق بأمنا مريم العذراء. لنورسات مارلين الحدوة من مدينة الرعاة بيت سحور.